حكم التبرك التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خلاف في جوازه، وهو محل إجماع بين أصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان وجميع الأمة إنسا وجنا، لم يختلفوا في التبرك بكل ما. هل يوجد أقوال للجن بهذا الموضوع؟ لم يرد عن أحد من المسلمين النهي عن التبرك. حتى السلفية لا نعم يجيزون جميعا آثار النبي بعد وفاته. نعم لا خلاف في ذلك بينهم جميعا. التوسل وذلك الآثار معناه شيء مسه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من جسده الشريف كشعره أو أظافره. فالصحابة الذين أخذوا بعض شعره كخالد بن الوليد، والأظافر كمعاوية بن أبي سفيان، جميعا تبركوا بها. معاوية أوصى أن تجعل أظفار رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قصها في عينيه في داخل جبنه، فدفن بذلك عند موته. هذا الصحيح. أي نعم، هذا معاوية بن أبي سفيان. وعدد من الصحابة الكرام أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض شعره كأبي طلحة وغيره. وفي صحيح البخاري أن أم سلمة كان لها جرجل من فضة فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت إذا مرض مريض أرسل إليها قدحا من ماء فتخض له فيه الجرجل فيشرب منه فيبرأ يستشفي. نعم. حكم التوسل بالنسبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، أنبياء الله يمكن أن يلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في التبرك لو قدر أن شيئا ثبت أنه مسه نبي من الأنبياء، كمكان قدمي إبراهيم في الحجر. فإن الناس كانوا يتبركون بذلك من قديم حتى في الجاهلية، وكذلك الغار حراء كانوا يقصدونه. وقال أبو طالب: وثور ومن أرسل ثبيرا مكانه ساع ليرقى في حراء ونازلي وموطئي إبراهيم. جبل حراء جبل النور. نعم معروف. كان قبل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يتبركون به. نعم. وساعي ليرقى في حراء ونازلي وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل. فهذا كان من آثار الأنبياء. إبراهيم. نعم الأنبياء السابقين. هذه أول مرة أسمع. نعم. المعلومة. أما غير الأنبياء فلم يرد ذلك. لم يتبرك الصحابة بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي، هذا في الأغلب الأعم. وما ورد من ذلك آثار قليلة، مثل ما ثبت عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما أنه حين يتاه محمد بن علي بن زين العابدين بن الحسين وقد كف جابر أي عمي في آخر عمره، والحديث صحيح مسلم، كان جابر في ملأ كبير من الناس كانوا يسألونه حتى وصل إليه قال: من أنت؟ قلت: ابن أخيك محمد بن علي بن حسين. فقال: يا ابن أخي ادنو مني. فحل زري الأعلى وزري الأسفل ووضع يده بين ثديي ثم قال: يا ابن أخي اسأل عما بدا لك. هذا ابن حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجابر بن عبد الله رضي الله عنهما فعل هذا الفعل تبركا به. لكن هل هي عاطفة وحب يعني؟ نعم. ليس تشريعا. نعم. لكن المهم أن البركة قطعا موجودة. وما ثبت أنها فيه كالبيت الحرام الذي قال الله فيه: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة فلا حرج في التبرك به. كذلك ماء المطر أنزلنا من السماء ماء مباركة، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ما سوى ذلك فالبركة ظنية ليست قطعية، لا نراها ولا نشم رائحتها ولا نرى لونها. نعم. فتبقى محل بحث. نعم.